صباح الخير والمحبة من هنا من البتراء من المدينة الوردية وتحديدا من مراكز الأندية الصيفية التي تقيمها سلطة أقليم البتراء التنموي السياحي في مختلف مناطق الإقليم. تحرص سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي للمرة الرابعة التوالي إطلاق الأندية الصيفية الرابعة للأطفال في إقليم البتراء. هذه الأندية تستهدف الأطفال في جميع الفئات العمرية ضمن 7 إلى 14 سنة وضمن 6 مجتمعات المحلية الموجودة ضمن إطار الإقليم. يقوم ويشرف على هذه الأندية الصيفية ما يقارب 90 مدرب من أبناء المجتمع المحلي من الخبراء والكفاءات المتخصصين بالمهارات الأساسية بالأندية الصيفية، بالإضافة إلى الشراكة مع المجتمعات المحلية والمدنية بتنفيذ هذه البرامج والأنشطة وبالتعاون مع الجمعيات والمراكز الموجودة ضمن إطار الإقليم. تسعى السلطة من خلال تنفيذ هذه الأندية إلى تنمية المهارات وإكساب الأطفال الخبرات الحياتية والتي يتعاملوا فيها ضمن حياتهم اليومية، بالإضافة لإكساب خبرات ومهارات في مجالات يستطيع الأطفال أن يبدعوا فيها أو يقدموا فيها أي أفكار مبدعة، ومن ضمنها في مجال التصوير والأفلام والمجالات الأخرى تتعلق بمجال الترميم والآثار، بالإضافة إلى الأندية الثقافية والأندية البيئية والأندية المتخصصة بالرياضة للأطفال المهتمين بهذا الجانب. أنا بشكر اللي أسسوا هذا العمل وبتمنى أنه يكون في كل سنة مثل هذا العمل، لأنه إحنا نمينا شخصياتنا واستفدنا كثير من المهارات اليدوية والحاسوبية والتعليمية. أتقدم الشكر الجزيل لسلطة إقليم البتراء على دعمي لهذا النادي الصيفي الجميل. النادي الصيفي كان حلو وهادف، تعلمنا فيه شغلات كثير، الرسم والتصوير. حبيت أني أشارك بالنادي عشان أتعلم أشياء جديدة ومهارات جديدة وأطور من نفسي. أهمية النادي للطفل صقل الشخصية، الثقة بالنفس، جعله بقوة بدنية أكثر، لياقة، يعني جعله بقدرات أكثر مما هو عليه. نشكر سلطة إقليم البتراء على هذا إنها تاحت إن الفرصة إنه بإقامة هذا النادي الصيفي من أجل إنه مشاركة أطفال منطقة البيضاء بالمشاركة في هذا النادي، تنمية مهاراتهم قدراتهم. ساهم هذا النشاط في تفريغ طاقات أبنائنا، حيث أيضا قام على تشجيعهم على التفاعل في مثل هذه الأنشطة ومختلف المجالات الأخرى سواء كان ثقافية أو رياضية أو اجتماعية.